السلام عليكم. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنبدأ نرسم الـ V-Rail أو الـ V-Slot. النهاردة إن شاء الله 24/9/2020. خلينا نشوف إيه هو الـ V-Rail أو الـ V-Slot. ده الشكل الـ 3D للـ V-Rail أو الـ V-Slot، وهنا برضو نفس الكلام جزء 3D لي، تمام. وده الشكل الـ 2D اللي هنبدأ نرسمه بعد كده نعمل له اكسترود. ده مثلا برضو في ريل بس بأبعاد مختلفة. ده اللي المفروض ان احنا هنصممه. ده 20 × 20، معنى كده ان ده 20 ملي × 20 ملي، يعني 2 سنتي × 2 سنتي. اسمه في ريل عشان الزاوية دي كده تبقى عاملة زي حرف الـ V، فالويل دي تقدر تمشي فيها. دي نفس الكلام اسمها ويل او في ويل، في ويل او في ويل كيت، لان هي بتبقى جاية عبارة عن كيت اكتر من حاجة بيتجمعوا مع بعض. البولي اللي موجود هنا ده والويل ذات نفسها، وفي كمان بولي بيكون جاي قصادها الناحية التانية. في طبعا اشكال مختلفة بقى منها زي ما انتم شايفين كده، اللي هو ده وده وده، كل دي اشكال مختلفة من الويلز، اشكال مختلفة من الفي سلوتس او الفي ريلز. دي هي ركبة، ميكانيزم اللي احنا شغالين بيه، حاجة اسمها بيلت اند بينيون. في نفس الميكانيزم ده كده حاجة اسمها راك اند بينيون، دي برضو خدناها بس مش هنشتغل عليها، تمام. دي حاجة اسمها ايدلر بولي. الايديال او الايدلر بولي دي بتبقى ملهاش سنان، هي بس مجرد ان السير يلف من عليها الناحية التانية، وفي الناحية التانية في جير بقى ولا يحرك السير ده. طيب خلينا نشوف برضو اشكال تانية. ادي شكل الفي ريل الـ20 × 20، ده الـ20 × 40، معناه ان هما 2 في ريل محطوطين جنب بعض. 20 × 60 يعني 3، 20 × 80 يعني 4، 40 × 40 معناه ان هما 4 في ريل، يعني 1 2 3 4، بس هما ايه اتفرغوا من النص. ادي الفي ريل الـ20 × 20، طبعا ده الايه نفس الكلام الثري دي. خلينا نختار الاندستريال لان احنا جايبين الصناعي اللي هو البلاك، تمام. هو مش يعني مفيش امكانية على الموقع ان هم يعرضوا الشكل البلاك يعني، بس خلينا نشوف. هنا بيقول ان الماتيريال بتاعته 60 63 T5 ألومنيوم، عشان لما نيجي برضو نختار الماتيريال على السوليد احنا كده عارفين ايه، ان هي 60 63 T5، تمام. 20 ملي × 20 ملي، قلنا ده معناه ايه. M5 tab ready holes، يعني اللي هنا دي M5 معناها ان هي هتبقى يركب فيها مسامير 5 ملي. فاحنا لما بنيجي بنقلوص ده هنجيب ألوص 5 ملي نقلوص بيه، هي دي هيبقى عاملها لي او مديني الفي ريل ده اقل من 5 عشان اقدر الوظه، تمام. احنا حملنا، انا حملت الصوره مثلا اللي احنا هنبدا بيها او اللي هنرسمها اللي عليها الابعاد كلها كامله. نروح السوليد نبدا نرسم. ماشي، خلينا نختار مثلا البلان اللي هنشتغل فيه. هنا اقول له الرايت او الفرونت، فرونت بلان مثلا، خلينا في الرايت. كنترول 8، عرفنا كنترول 8 عشان اخلي البلان نورمال على الشاشة او عمود على الشاشة او زي ما هو واضح قدامي كده ستريت، اقدر ارسم عليه زي ما انا عايز. طيب خلينا نبدأ مثلا، وليكن ان احنا هنرسم السيركل مثلا اللي هي موجودة الاول في منتصف الفي ريل، رسمناها بأي أبعاد. بعد كده نيجي نحط السمارت دايمنشن عليها. لو أنا رجعت أشوف الأبعاد هنا كام، هلاقيها إن هي الدايرة 4.2 القطر بتاعها، فأقول له هنا 4.2، تمام. في إيه تاني؟ بعد كده محتاج ارسم بقى الجزء اللي هو الفريم الخارجي ده، ما هو ده عبارة عن مربع 20 × 20، وبعد كده ببدأ اقص منه بقى الحاجات اللي جوه دي. خلينا نروح، ممكن نرسم كورنر واحد
ونعمل له ميرور للناحية التانية، وبعد كده نعمل ميرور للاتنين دولت تحت، فيبقى انا كده رسمت ايه الشكل كامل. خلينا نجيب كده نرسم مربع، بس محتاجين السنتر بتاعه. بيقول لي ابدأ من السنتر زي ما هو موضح لي هنا كده، واحد يعني هبدأ من السنتر لحد اي كورنر. فاقول له مثلا من هنا لهنا مثلا، تمام. اخليه فور كونستراكشن، دي يعني الخطوط هتبقى ايه، مش خطوط اساسية، خطوط داشد او متقطعة كده زي ما هي ظاهرة قدام، بحيث ان انا ابدأ ارسم يعني استخدمها كجايد لاينز بس كده وابدأ ارسم عليه. فاقول له اوكي، ابدأ احط الدايمنشنز بتاعتي، ده 20 وده كمان 20. لو الرسمة بقى شكلها كبير كده مش محتاج بقى اقعد ازوم زوم ان وزوم اوت بالماوس، ممكن اضغط حرف الاف هو بيظبطها لي ايه على حجم الشاشة بالظبط. اقول له اوكي. لو انا جيت ابص تحت كده الشكل هنا ايه fully defined، يعني الشكل دلوقتي متعرف كامل، لسه بقى هبدأ ارسم فيه الاجزاء اللي هو، وليكن مثلا هنبدأ بأول كورنر هنا. هنا ناخد ده كده نرسم خط، تمام، خط تاني، خط تالت، خط رابع، كل ده محطيناش أي أبعاد. نرجع للرسمة بتاعتنا هنا بعد ما عملنا 20 في 20 ده، ناخد ايه الزاوية 45 أو يعني الزاوية دي بيقول لي دي كلها 90، يعني دي لو أنا خدتها كده 45. ممكن أجي كده أقول له دي ودي الزاوية بينهم 45، تمام، والمسافة بين ده وده اللي هي نفسها هنا اهي 1.8 مللي، من هنا لهنا 1.8 مللي. طيب لسه ما نعرفش طبعا المسافة دي قد ايه. طيب خلينا نعمل كده ميرور للجزء ده، بس نعمل خط الأول، نعمل حواليه ميرور. هعمل خط تاني هنا، هعمل حواليه ميرور، يعني ده يعتبر ان انا قسمت الرسمة للنص ده والنص ده، والخط ده قسم للرسمة النص فوق والنص التاني تحت. باجي اختار ميرور من هنا كده، هقول له اعمل لي ميرور لده وده وده مثلا وده وده الناحية التانية، ميرور اباوت حوالين ايه الخط ده، زي ما انا واخد بالي كده ان هو عمل لي ايه ميرور في الجهة التانية. هقول له اوكي. طيب انا مش عارف المسافة اللي فوق، بس عارف المسافة من هنا لهنا قد ايه، صح؟ اللي هي هنا المسافة من هنا لهنا هي نفسها المسافة من هنا لهنا 6.2 مللي. قول سمارت دايمنشن المسافة دي 6.2 مللي، تمام، والمسافة دي من هنا لهنا 11 مللي. طيب ممكن نشيل ده ديليت. ديليت لده مش مشكلة. المسافة دي كانت كام؟ 1.64 مللي. نيجي تعمل بقى سمارت دايمنشن او ارسم الخط ده كده، اكتشف المسافة من هنا لهنا قد ايه، تلاقيها 75 مللي بالظبط، تمام.
اللي هو لو انا جيت ارجع للرسمة هنا ده محدده لي 1.5، تمام؟ احنا كده عرفنا ده ليه متحدد 1.5، ودي متحددة 5.68. يعني انا هرجع هنا اعمل ميرور كده لده، تمام، ارسم خط من هنا لهنا واقول له الخط ده كام؟ 5.68، 5.68، تمام. انا كده خلصت من الجزء ده. ممكن اجي اعمل ميرور واقول له ده وده، تمام، حوالين ايه ميرور اباوت، اقول له ميرور اباوت ده، تمام. ايه تاني؟ اختار نفس الكلام ده، اعمل له ميرور اباوت، ميرور لده وده وهكذا حوالين الخط ده. طيب مش انا ممكن اعمل ميرور لده كله تحت حوالين الخط ده؟ خلينا نشوف. ادي ميرور واقول له ده، ايه العلامات الخضراء اللي ظاهرة؟ لو انا وقفت على دي كده بقول لي symmetric point parallel line، وجايب لي خط تاني اهو. يعني لو انا وقفت على دي جايب لي parallel line وجايب لي ايه خط كمان، يعني الاتنين بقى لونهم بنفسجي. دي معناها ان في relation بين الخطين دول. نفس الكلام لو جيت وقفت هنا، في relation بين النقطتين دول symmetry، يعني النقطة دي والنقطة دي معمول لهم سيمترية حوالين الخط ده. طيب انا مش عايز النقط الخضراء الكتير دي تبقى ظاهرة ولا الابعاد. ممكن اجي من علامة العين دي واروح جاي ايه خف اللي انا محتاج اخفيه من هنا، هنا مثلا كل حاجة من دول ممكن اخفيه، تمام. تدريب كده كل ده. طيب احنا كده حددنا اللي احنا محتاجين نعمل له ايه، ميرور، نقول له ميرور اباوت ده كده. لو انا خدت بالي الجزء الاصفر اللي تحت ده هو اللي معمول له ميرور، يعني ده نسخة من الجزء اللي فوق. اقول له اوكي واكمل بقى الخطين اللي ناقصين دول، هي المسافة من هنا لهنا والمسافة من هنا لهنا. كده عمل لي الشكل اللي هو المغلق ده او الكلوز باث ده، اللي انا المفروض بقى ابدا اعمل له ايه اكسترود. لو انا خدت بالي كده بعد الجزء ده كام، 5.68 اللي هو الخط اللي انا رسمته هنا، وبالتالي ده انا الرسم ده كله صحيح. هقول له اوكي شيل بقى الابعاد، مش عايزين نظهرها ولا الريليشنز. كده الشكل بقى شكله نظيف، ده اللي احنا محتاجين يتعمل له اكسترود. هاجي على فيتشرز واقول له اكسترود، بيقول لي عايز تعمل اكسترود قد ايه، على حسب بقى انا محتاج اللينس بتاعي قد ايه، او طول الفي ريل او الفي سلوت ده يكون قد ايه. وليكن مثلا هقول له ان انا محتاجه 100 سم مثلا، لان لو عملناه نص متر هيبقى شكله بايخ والابعاد مش هتبقى ظاهره. اقول له 100 سم، ممكن اضغط كده. ممكن هنا اجي اقول له شايفين الرسمة من هنا اهي، دي الرسمة عمل لي اكسترود بلايند يعني فوقها. انا ممكن اخليها ميد بلان، ميد بلان دي، فهو كده ايه خلاها لي في نص، خلاها الاكسترود حواليها من ناحيتين وهي في النص، تمام. اقول له اوكي. طيب احنا كده خلصنا الشكل اللي احنا محتاجينه، محتاجين نعمل اساين للماتيريال. طيب الماتيريال كان نوعها ايه، 60 63 T5 ألمنيوم، صح؟ نيجي كده هنا ماتيريال، اقول له كونفيجر ماتيريال،
and browse more. Okay, aluminium, مش steel, aluminium alloy. ماشي 60 63 T5. تمام، وادي الشكل بتاعه، هقول له apply. تمام كويس. اوكي لو انا محتاج اغير اللون نفس ما عملنا المره اللي فاتت، edit appearance، اخلي الابيرنس لونه بلاك، او مثلا ايه لون يزرق. ما هو البلاك الغامق قوي ده مش هيخلينا نشوف التفاصيل، يعني انا الجرافيكس عندي زي ما قلت قبل كده مش لازم كل مره اقول ان الجرافيكس بتاعتي مش كويسه، فمش هيظهر لي ايه التفاصيل قوي. خلينا مثلا كده كويس الديتيلز دي. لو رحنا هنا مثلا علينا الالمنيشن شويه كده شكله ابن ناس. تمام نعمل كنترول اس سايف بقى اللي احنا عملناه. نقول له مثلا في سلوت 20 20، في سلوت 20 20، ترسم يوم 24/9/2020. تمام سيف. تمام كده ده اتحفظ. هنكمل برضو عليه الأجزاء اللي هي فيما بعد، اللي هي 20 40، 20 60، 20 80. تمام شكرا، السلام عليكم.